لا إله إلا الله نهبوا كل شيء. لا إله إلا الله ما عد بكوا لنا شيء. لا إله إلا الله أهم شيء سيدنا وطز في كل شيء. غاغا غاغا ها الحمد لله ان انا التغيت بك. انا اللي مكنسه حاجه سيره. ايوه انت كنس تمام. انا مغسله غسله نظيفه بالبيبسي كل يوم نظافه. انا كل يوم الحساب. انا يا ثلاثة يوم حساب ايش؟ هذا غسيل. هذا ما في حساب. كيف ما في حساب؟ هذا غسيل. هذا خمس. كيف خمس؟ خمصتك صيادويه الله يفهم. انا اسره شرف الدين. هذا آل البيت. أنا ما في جيب فلوس. أنت جي نظف وكمان جيب فلوس لي أنا. أنا يقول هذا أدخل أنا في بطن. هذا أنا ما أعرف. أنا خبيث. أنا يبغى فلوس. يقول هذا كيف يعني؟ ما في فلوس آل البيت. ما في فلوس. والله والله ليه هذا كلام؟ أنت نظف 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 كل يوم كل يوم كل يوم. هذا واجب. هذا وش هذا في الإسلام؟ هذا أجر. أنت في أجر. يوم القيامة يبعث تدخل الجنة. بس بقول بحجر الله. قلت هذا كلام؟ أيوة بحجر الله. هذا صدق؟ هذا ما في. إحنا وغسل غسل هكذا وبلاش. أيوة وبلاش. الخمس. أيوة الخمس. وكمان في زكاة. خلاص أنا ما فيش الزكاة. خمس خلاص. نظف بس وروح. وما في لا أنا أجيب ولا أنت. أنت هذا حوضية. حوضية أنت. حوضية خمس على البيت. خمس على البيت هذا لنا. وأنا أنا يبغى أقول هكذا خمسة. تعال أنت يدخل ويأخذ خمس بس ينظف. لا وأنا من وما يموت. ما في يشيل فلوس. وأنا من على البيت. وأنا يشيل أنت على البيت ويقطع بطاقة. يا سلامة. الشيخ يبغى اسم. أنا من بيت أقول خصص هذا بوب. خلاص إحنا نغير. أنت متوكل ينفع من على البيت. لا لا غير هذا اسمه. غير الاسم. الملغي يا سحق أسيح. ينفع هذا. هذا اسم. كل هذا اسم عندنا. أشيل غلاء. ما أنا قلنا أقوله بنقدا. بنقدا المتوكل. المتوكل بنقدا. وثاني اسم هذا في شامي في شرف الدين. لا ما يشيل شرف الدين. وهذا إمام أول اسمه أي شيء يقولوا الأول حمادة الدين. حميد الدين في شرف الدين. أنا أبغى يدخل هذا خمسة. يا خمسة. أنت يأخذ الاسم ويقطع بطاقة. وري يا خمسة. وبعدها أنت فلوس كفي. عندما أنا يوقع هذا كلام. أنت يروح عند أبو يحيى هنا البيت ثالث. وأقول له أنا. أيوة أقول. أنا من آل بيته. من آل البيت اسمي. ويبغى دا. ويبغى مشرفة وخمسة. ويبغى مشرف. بس يجي النظافة يومياً يومياً. ما في شيء الفلوس. أنا ينظف لك؟ أيوة. يلا عن شكلك أنا من آل البيت. يلا عن شكلك على شكل أبوك. إيش هذا؟ إيش هذا؟ بقى يقول الملاذ وبي يقول الملاذ. يا قولي يا يا قولي. وبالذلايا يلا الله يلا الله. اهلا بصيدي وايني. اهلا 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 بصيدي وايني. اهلا بابن العم. اهلا اهلا ابن العم. اعوذ بالله من الشيطان. ما تشتي؟ انا ابن العم. انت ابن العم حق هنا. من دخل هذا الخدمة؟ لا اقول تكون غلط. احنا ما يدخل مكتبنا الا اشراف الناس وابناء الناس. انا من اهل البيت. انا من اهل البيت. كيف من اهل البيت؟ من اهل البيت. من اهل البيت. من يوكال هاسس. من بيت الرقيب البقيت السهله البغبغ. يا ابني هذه الاشياء ما يمزحش فيها. ما يمزحش فيها. انا انت انت قول انت ما يمزح. من فين انت؟ من فين؟ من فين؟ كيف من صومال من اهل البيت؟ اشتي افهم. الله صومال ما يبقى على البيت. اما ايران يبقى على البيت. انا جنب راسك. إيران الحسن بن علي تزوج من فارس وجاء نسله فنسلهم نسل النبوة من فارس من إيران. واحدة من هذا اليوم عند الفارس جاء صومال وتزوج صومالية ووقعنا هنا من آل البيت.
لا أنا من مقاطي شوية. ما فيش آل البيت في الصومال إلا موجودة على آل البيت. أنا من آل البيت وأنا أجيت هنا أقع مشرفة. أنا أبقى مشرفة أيوة فلوسة يقع. أنا أكل بأكل ولا أكل شيء وأنت ابن عمها. أنا سهودة ومهودة وسمنة وأسلة. هذا ما ينفع ما ينفع أبل مرة. أنا من آل البيت. البطاقة موجودة. البطاقة أخرج لك البطاقة يعني أجيب لك البطاقة؟ يعني عندكم أهل البيت أصبحت باب مفتوح لأي واحد؟ أجيب لك البطاقة. من فين أنت؟ من فين؟ أجيب البطاقة. بطاقة إيش بطاقة؟ من فين؟ بيت من؟ أجيب البطاقة. وريني بطاقة هيك. أيوة من بيت من أنت؟ أجيب البطاقة. معك بطاقة؟ أيوة أجيب البطاقة. أنا سيدها في البيت يا أنا ما يعرفني بالجلد هذا. ما ينفع الجلد هذا لو يفرق بين أبدا أسود ولا أبدا أبيض. لا لا من أهل البيت. أنا شوف أقول لك حاجة. أنا أصلنا من الصعدة. أنا إحنا من الصعدة الجد الأولى من الصعدة وأصلنا عشنا بالضمار وإخواننا من التعز. طيب من بيت من؟ من بيت من؟ عشان أعرف. من بيت شرف الدين. عرفت لا طلعت يا أنا من بيت شرف. أنت جاي تمزح معاي شرف الدين أصلا؟ أنا من بيت شرف الدين المتوكلة الحمي. شكلك أنت شارب شيء. حميد الدين. حميد الدين شربت شيء أنت ولا مجنون ولا محشش ولا دل أنا ببس الحاصل. والله أنا يعجبني هذا الحاجات. أنا يعجبني أنك فهمتنا نعمل على البيت. أنا يبقى يقام مشرف. أنا مشرف وأنا من أهل البيت وأبقى الخمس. الخمس يقول الشاعر خمس خميس عن الهوى. خمس خميس عن الهوى. أنا يا أبو جنة يا عسكري عسكري بدن وبدن أبو. أنت يفهم كلام أنت ما تفهم. أنت إنسان وقع أنت وحقير وجاي تتكلم على البيت. أنت مع البنت يا ابن الأم. يا ابن الأم لا أسكت والله لا أخلي العسكري يجي. أنت من وين؟ أنا أنا من بيت شرف الدين. كيف من بيت البطاقة؟ تجي إلى مكتب أنصار الله تطلب بطاقة؟ أنت إذن شكلك مش داري إيش؟ يا أخي أنا من أهل البيت. أي كل أهل مالي خمس. طيب يا أخي جيب لي البطاقة إنك من أهل البيت. والله نصيت. والله نصيت. يعني أنا من أهل البيت مصح سيارة وأنت من أهل البيت سهود ومهود وكل شيء موجود. أحترم أهل الدين يحرقون على السماء. يا ابني اللعب والكلام في المقدسات هذه قد يعرض حياتك للخطر. مقدسات هذا مقدسات. والله أقول لك أنا ما أقول لك أنا مقدس. أنا من الصعدة. أنت من صعدة؟ من الصعدة. من بيت من؟ من بيت الشرف الدين المتوكلة. يا أوقي أوقي أنا بحاول كأني يا أوقي كأني ما سمعت شيء وأقول لك اطلع برا. أنا يطلع برا؟ أيوة أنا اطلع برا قبل أخلي الناس يسحبوا بك من هنا ويدخلوك الحبس. والله ما أدري وينك. اطلع برا. ولو من أهل البيت؟ إيش من أهل البيت؟ تسكن معك من أهل البيت. اطلع برا يا عسكري. لا 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 يا عسكري انا فتهز كلتك. طلع برا. خلاص خلاص انا داري على مزنا وانا عارف يلفوا يدوروا على على البيت على مسكين في الصومال. اقسم لك بالله لا اسقينك الان. يا عسكري تعال. علشان ايش؟ عشان انت تقول انك من على البيت. كفرت يعني؟ مش كفرت لكن هذا استهزاء بالدين. والله في مصر انهم يخلوا. اهل البيت هم دين. تعرف ايش معنى دين؟ الله عليكم انتم احبسني يلا انا شكلك انا من اهل البيت. والله لا احبسك انا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف احوالكم؟ انا جئت اليكم من اليمن الشقيق وجئت هنا مبشرا وداعيا ونذيرا. فاريد يعني واحد مترجم. اي انسان مترجم لغه عربيه او مترجم اي شيء في هنا مترجم ممكن؟ قول له قول له. تفهم لي الكلام؟ شوي شوي. لا ارجع نسي واحد يفهم الكلام سواء على اساس يوضح الرساله. انا عربي. عربي يفهم. تفهم عربي؟ افهم الحمد لله. درست عربي انت؟ شوي. على العموم بموضوعنا اشتي تترجمه بنفس اللحظه تمام؟ ان شاء الله. وهي رساله من سيدي. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نتكلم اليوم عن مقدار التعلق القلبي بين حسين بدر الدين الحوثي وبين حسين رضوان الله عليه وعليه السلام. الحسين ابن علي رضوان الله عليه وعليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم.
انا انو تري تري شنو ادري او حسين ابن الدين الخدي او تري تري او حسين رضي الله عنه. عندما جاء احد من الزوار الى كربلاء, من الزوار زوار الحسين جاء من الجزائر الى كربلاء, وصل الى كربلاء لزياره الحسين عليه السلام. اندري ادري ادري او جزائر جي انو حسين ايه يرسي السلام اني السلام. فعندما وصل الى كربلاء اندرينو انشلي كربلاء من وجد اندراج سكينة عليها السلام. سكينة عليها السلام فقال لها اين الحسين؟ اين اندرينو انا انشر تريتي حسين. قالت له وين هيدي اين لي انه اي هيدو انا بالترجم صح إيه. فقال انه ايدو هي في صعده إيتينوي سادة صعدة سادة صعدة بالطاء سادة. فعندما قال قال ماذا يفعل في صعدة؟ فهي متري ونندندندن الصعدة. قالت له إيتينوي إنه إيهي عند إين حس حس بالترجم بالضبط حق الكلام بيفهموك. سو قالت له إيه سو إنه عند الحسين. لا 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 نسيت نسيت. قال أين الحسين؟ قالت هو هنا حسين. إنه إنه في صعدة إن صعدة عند حسين عند حسين عند حسين عند حسين عند حسين حسين بدر الدين الحوثي. حسين بدر الدين قال لها ماذا يسوي؟ قال لها أنت قالت محزن قالت صعدي قالت صعدي يا سلام أنتو ذوق الطعام والقات أها من هنا أنتو إيه؟ من هنا من هنا فكلما ذكر الحسين حسين ذهب إلى صعدة. وعندما أنا بالأمس نمت جاءني الحسين قال وصل رسالتي تقول لهم أن الحوثي أنا صح إن شاء الله وإن شاء الله بنينا أن احنا ديني من يتيني ودا با ندوني مو أمري ديني دادي ديني ونموفري دي دادي دي دمو. أحسن الله إليكم على الضيافة والكلام الحلو. بني قلوا ما بني دل دوب فلا بني لي دل مم ما هني قال أنا حسين. والله طيبت روح الحسين وإنكم أكرمتوا أحسن الناس. براني قلوا لهم رفني بنا بابا. إيش؟ براني قلوا فرني قلوا بلا برفي نبعه. إحنا حبايب سمنا على عسل. قرينا أصل لما. وإحنا بيننا سلام وحب. بلوهم إيهنا مم مم. بلوها واشربوا اي سلا ما اكريف من اوفر بريتيش شانا ملو واضا وفي تعاون عريق تاريخي بين بيرا بريفي دينا ما لما بدي جاما ما عدوان العدوان هذا ضروري ان نتصدى جينينا انا 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 في رصا واحنا اخوه 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 الى الابد جينا ما انا نسيت تكتب ما تتكلك اللي تشيت تقول مستضعفين ومساكين في اليمن من بعض شو كل الدول تضرب في ظهرنا من من انا اللي تشيت والله ما عم تحمل بحضانك شابع لا 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 انا الموت امريكا على النصر للإسلام على اليوم النصر بنيني ربنا يجلي جل و السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاطر حلق بنا خاطر حلق بنا وارد مجوسين أزلنا أرضنا عدو ربي عدو ربي بطغيانه رمى بطغيانه رمى نحوي وصواب سهام وعتنا وصاب شعبي وصاب شعبي أنا يا أبويا أنا أنا يا أبويا أنا أمان يا شلة الحوثي أمان أنا يا أبويا أنا أنا يا أبويا أنا أخذ حقي وراح
أخذ حقي وراح وزاد بهرر بلع عيان الصحاح. وأنا مع الهم وأنا مع الهم مفقود السلاح مفقود السلاح لا ريش عندي ولا أملك جناح. أسير عندك أسير عندك أنا يا أبو يا نا أنا يا أبو يا نا أمان يا شلة الحوثي يا أمان أنا يا أبو يا نا أنا يا أبو يا نا لمتك تلمه وتجرح انظر جويرك مرحمه. ماذا كدمه ولا خضر فمه ولا خضر فمه عايش بهمه حياة مظلمة. والذنب ذنبك أنا يا أبو يا نا أنا يا أبو يا نا أمان يا عترة الحوثي أمان أنا يا أبو يا نا أنا المظلوم أنا معاشي أين سار مجهود حربي يشلوها الكبار. يخزنوا به ويبنوا ألف دار لعادك الله يا عصر الحجار. نويت حربك أنا يا أبو يا نا أنا يا أبو يا نا أمان يا شلة الحوثي أمان أنا يا أبو يا نا أنا يا أبو يا نا خطر طقم السارك والحوثي اليوم بالبندق براك. قد شال لحمات عيالي والمراك وقال يا شعبنا يا شراك. ارضى بغلبك أنا يا أبو يا نا أنا يا أبو يا نا أمان يا عصبة الحوثي أمان أنا يا أبو يا نا أنا يا أبو يا نا أنا يا أبو يا نا مظلوم أنا أنا يا أبو يا نا شكرا خلاص ألف شكر شكرون بس يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي غاغة والله إنها غاغة ومفراغة والله إنها غاغة ومفراغة. لا عاد نظام يمشي ولا قانون
العدل ضايع والقضاء معجون. لا عد نظام يمشي ولا قانون. هيوة هيوة. والعدل ضايع والقضاء معجون. هيوة. والأمن ما مش كل شي من دون. كله بفضل الحوثي المجنون. مبنى بلا طلاب بدون حارس. لا علم لا تعليم قد المدارس. مبنى بلا طلاب بدون حارس. والطفل ذي عاده بصف خامس. والطفل ذي عاده بصف خامس. يده في الجبهات والمدارس. غاغة والله انها غاغة. ذي في اليمن غاغة. غاغة غاغة. والقتل عادي من قتل يقتل عادي. والباب مفتوح من دخل يدخل. وابو ابو من شل قالوا شل. وابو ابو من شل قالوا شل. والشعب جاوع مالكي يقول غاغة 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 غاغة.